إذن بشأن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق حاليا والتي تتفاقم من جراء السياسات الاقتصادية المتبعة وأثر تلك السياسات في مستقبل العراق، معنا هاتفيا من بغداد الخبير الاقتصادي دكتور ماجد الصوري. مرحبا بك دكتور ماجد. إذن اللجنة المالية أكدت أن موازنة العام الحالي ستكون تقشفية وخالية من الدرجات الوظيفية. هنا هل تستطيع الحكومة إذن أن تفي بشيء من وعودها في برنامجها تجاه هذه المعطيات؟ عزيزي، كلمة تقشفية أنا في تصوري لا تنسجم نهائيا مع المرحلة التي وصلت إليها الموارد العراقية من النفط، ولا تنسجم مع متطلبات النفقات التشغيلية الموجودة في الوقت الحاضر. وصلت النفقات التشغيلية إلى حدود 68 تريليون دينار حسب تقديرات موازنة 2020، وهي طبعا لم تنشر لحد الآن ولم يتم إقرارها لحد الآن، وسيتم إعادة النظر فيها. ولذلك الموضوع اللي مطروح أن إجمالي الإيرادات التي من الممكن أن يحققها العراق خلال هذه السنة لا أعتقد تتجاوز 40 إلى 45 تريليون دينار، إذا ما اعتبرنا أن سعر البرميل سيصل إلى حدود 25-30 دولار للبرميل واحد خلال الأشهر القادمة. لأنه المسألة الأساسية ليس فقط انخفاض السعر وإنما انخفاض كمية التصدير أيضا. ولذلك المسألة اللي مطروحة هي الازدواجية في التأثير على الموارد التي يحصل عليها العراق. ولذلك أيضا هناك مسائل مهمة جدا أيضا، أن كما في تقريركم أن الاقتراض سواء من الداخل أو من الخارج بمشاكل كبيرة جدا، ولحد الآن القنوات الاقتراض مملوءة لحد الآن، خصوصا بالنسبة للاقتراض الداخلي، إذ لا يزال بحدود 38 تريليون دينار يوجد قروض داخلية على الحكومة العراقية، هذه مباشرة عدا القروض الأخرى غير المباشرة اللي تخص المقاولين والجهات الأخرى الموجودة. هذه فقط فيما يتعلق بالاقتراض من المصارف. طيب ما يشغل المواطن الآن؟ أما بالنسبة للاقتراض الخارجي، فعندنا مؤتمر الكويت مثال كبير جدا على أنه مؤتمر المانحين اللي تم الاتفاق مبدئيا على تقديم أكثر من 30 مليار دولار منح وقروض، ولكن لحد الآن لم يتم استلام فلس واحد من عندها بسبب الشروط التي كانت موضوعة، وهي ضرورة محاربة الفساد وضرورة إيجاد الآلية المناسبة للرقابة على الإنفاق. وعندنا تجارب سابقة مع اليابان اللي أعطت العراق منحة 5 مليار دولار في الأعوام 2005 أعتقد أو 2006، وبعدين تراجعت عن الموضوع وقالت أنه لا، بعد أن صرف العراق حوالي 1.5 مليار من هذه المنحة بدون أن يقدم التقارير المناسبة إلى اليابان. طيب. واعتبرت اليابان أن المبلغ 5 مليارات دولار هو قرض بفائدة متدنية جدا. الآن دكتور ماجد، الآن ما يشغل المواطن حقيقة موضوع الرواتب، رواتب الموظفين ورواتب المتقاعدين التي تأخرت، وهناك حديث أيضا ربما يعني يحصل استقطاع بجزء من رواتب الموظفين. هل تعتقد أن هذه المشكلة ستحل؟ هل ستستطيع الحكومة حلها بانسيابية؟ أعتقد أن الفوضى المالية اللي موجودة في العراق فوضى كبيرة جدا، ومن أجل حل مثل هذه الأمور أولا يجب أن يكون هناك خط أحمر بالنسبة لرواتب المتقاعدين والموظفين الصغار. صغار الموظفين هذا خط أحمر لا يجوز المساس به، يجوز المساس وضرورة المساس برواتب الموظفين الكبار و المخصصات والمنافع التي
يتقاضاها ذوي المناصب العليا. يعني هل من المعقول في مثل هذه الظروف أن النائب في البرلمان لديه 16 حماية؟ مخصصات هذه، نعم. ولماذا هذه الحماية إذا هو نائب ومنتخب من قبل الشعب؟ لماذا لا. هذه الحماية؟ فلذلك الموضوع مسائل أخرى كثيرة جدا، هناك نفقات كثيرة جدا غير منظورة وغير مسجلة بشكل مباشر. لحد الآن لا يوجد شفافية في الرواتب التي يتقاضاها والمخصصات التي يتقاضاها المسؤولون الكبار، نعم. نعم. الرئاسات الثلاث ومن معهم والمستشارين اللي موجودين هنا ومجلس النواب ومن معهم، نعم. لا توجد نهائيا أي شفافية في هذا الموضوع. شكرا. ولذلك يقولون أنه لا تشكل إلا الثالثة بالألف من النفقات، أنا أعتقد أنها تشكل أكثر بكثير جدا من هذا الموضوع، خصوصا إذا ما احتسبنا المنافع والامتيازات التي يحصلون عليها. شكرا جزيلا لك دكتور ماجد الصوري الخبير الاقتصادي من بغداد.